البحر، مرآة اليابسة، والفرح القادم من الأفق. على شواطئه تنمو الحضارات، وبأمواجه تصفو القلوب، ويشع الوجدان نقاء وجمالا وتسامحا. أمام البحر وعلى امتداد قطعة أرض تبرعت بها أبوظبي في منطقة الكورنيش، بدأت واحدة من أجمل قصص التسامح وقبول الآخر. ففي عام 1965 شيدت أقدم الكنائس في المنطقة، كنيسة سان جوزيف، مقصد أوائل المسيحيين في دولة الإمارات. 18 عاماً هو عمر المقر الأول للكنيسة قبل أن تنتقل إلى منطقة المشرف عام 1983. كنيسة سان جوزيف ليست فقط الأقدم في الإمارات، بل تعتبر من بين أقدم الكنائس في منطقة الخليج، وهي اليوم صرح مهم لأكثر من 100,000 مسيحي كاثوليكي يعيشون على أرض الإمارات. Saint Joseph's Church is the first Catholic church established in the United Arab Emirates. In 1965, through the generosity of His Highness Sheikh Shakput bin Sultan Al Nahyan, he donated a piece of land to the Catholic Church in Cornice. There, the church was established. The small community of Catholic Christians grew slowly and slowly. And then after some time in 1983, through the effort and the goodness of His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, he gave the Catholic Church a piece of land in Al Musrif, and it is a better location where the St. Joseph's Cathedral is now established and located. إذا كانت هذه قصة أول كنيسة في الإمارات، فإن قصة التسامح على هذه الأرض بدأت قبل ذلك بكثير، قصة تمتد لقرون خلت. الجانب الشرقي لجزيرة صير بنياس، تسعينيات القرن الماضي، اكتشاف أثري مهم، سلسلة من المباني يتوسطها مبنى مكون من 3 أطراف متوازية، صلبان جصية وقطع أخرى. فرق التنقيب بدأت رحلة عبر التاريخ، أماطت فيها اللثام عن كنيسة ودير يعود تاريخهما إلى القرنين 7 و8 الميلاديين. اكتشاف يعد أقدم دليل معروف على وجود المسيحية في المنطقة، يرتبط بالتجارة والرهبنة. ويقول الباحثون إن المكان كان جزءاً من كنيسة الشرق، حافظ على حضوره حتى بعد أن أصبح الإسلام الدين السائد في المنطقة خلال القرن 7 الميلادي. لربما كان قدر هذه الأرض، أرض الإمارات، أن تكون تقاطعاً لسماحة الأديان تشترك فيه الإنسانية على اختلاف عقائدها، تحت راية دولة تجل العقائد وتحترم الإنسان.